المواطنة، عدم تناسق المجتمع، عدم انسجام مكوناته، اختلاف السياسي، طرح، هذا كلام مسموع لفترة طويلة جدا. وأنا عندي محضر المجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي في سنة 62 قبل 50 سنة كان مكون من 5 أعضاء بإضافة خبير دستوري وأمين الجلسة، أي لجنة تحضير الدستور. فاتفقوا 3 أعضاء اللي هو خالد محمود زيد وثنيان عبد اللطيف ثنيان وسعود العبد الرزاق، اتفقوا على أنه بعد شرح الخبير الدستوري أن النظام البرلماني هو البرلمان، هو النظام الذي يتناسب مع الوضع الكويتي في تلك السنة في ذلك المحضر اللي أول مرة يناقش هذا الموضوع. اللي قال مو وقته في ذاك الوقت هو وزير الداخلية الشيخ سعد عبد الله رحمه الله، وما زالت هذه الحجة تتردد منذ 50 سنة، ومتأمل لها أن تتردد لمدة 50 سنة أخرى طالما لم نحدد معايير موضوعية مقاسة مرة أخرى لتحديد ما هو وقته بالضبط عشان نمسك، أما ما يصير ما نمسك شيء. هذه النقطة الأولى اللي نحب نخلصها. النقطة الثانية مسألة يا جماعة إحنا حتى الآن ما استخدمنا دستور الاستخدام المطلوب والمفترض حتى نستطيع أن نقول أننا يا جماعة ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي التعديل. وهذه الحجة أو هذه الذريعة فيها مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الرئيسية الأولى واحدة أحد احتمالات تقول إما أن الدستور واسع علينا زيادة بحيث أنه مو قادرين نطبق خلال 50 سنة وبالتالي إحنا نحتاج إلى تغييره ونجيب دستور مناسب لنا، أو أن الدستور قاصر عن إمكانيتنا للتطبيق مو قادرين نطبقه لأنه هو أصلا لا يمكن تطبيقه وبالتالي أيضا إحنا نحتاج دستور آخر قابل للتطبيق. فيا أخوان وجود وضع دستوري لمدة 50 سنة وحتى الآن قاعد نقول إحنا ما طبقنا، طيب شو راح نطبقه إذن؟ شنو الوسيلة لتطبيقه؟ وموازين القوى مثل ما تفضل الأستاذ فهد أحمدين أن موازين القوى طوال 50 سنة السلطة استطاعت بجميع الوسائل المختلفة إلى محاصرة أي تقدم نحو تعديل هذا الدستور، واستطاعت احتواء التيارات السياسية من بداية نشأة الحياة السياسية في الكويت إلى هذا، إما احتواها أو ضربها ما لم تستطع أن تحتوي. طيب موضوع التعديلات الدستورية بعد الاستراحة من هاتين النقطتين المشكلتين، بصفتي أمثل الشباب في الحركة الديمقراطية المدنية، نحن نعتقد أن التعديل الدستوري هو تعديل مستحق. والحركة السياسية في الآونة الأخيرة، وأنا أذكر على الأقل الحركة الشبابية في الفترة الأخيرة، كان يهتف في الشارع ويستعد ويتلقى المطاعات الداخلية ويعتقل، وهو يقول لم يقل مكافحة الفساد، لم يقل ذمة المالية، لم يقل قانون غرفة التجارة، لم يقل فك الاحتكار، لم يقل القضايا المرورية وقضايا الإسكانية وقضايا الصحة على أهمية كل هذه القضايا، قال حرية حرية حكومة شعبية وضرب على هذا الأساس. أول مظاهرة صارت في استجواب رئيس الوزراء عند مجلس الأمة، ردد الشباب هذا الشعار، وأذكر خالد الدين كان يردد وكان الشباب يهتفون خلفه. وأيضا في ساحة الصفات أول اجتماع تكلمنا، والبيان يمكن الرجوع له، تكلمنا عن الحكومة الشعبية. وفي تاريخ 28 فبراير قبل أن تطرح الكتلة التنمية والإصلاح وغيرها من الكتل، طرحت حركة كافي 7 مطالب رئيسية منها التعديلات الدستورية. ثم طالبنا في مسيرتنا طوال سنة كاملة حتى دخولنا إلى المعتقل، ونحن نقول سندخل المعتقل وسيسقط ناصر المحمد لأن ناصر المحمد جزئية هامشية في إطار الإصلاح السياسي، وسنخرج وستكون حكومتنا منتخبة وليست حكومة شعبية. وبالتالي نحن متوجهين بكامل حراكنا السابق، ليس لنا شعار إلا حكومة برلمانية منتخبة. واجتمع الشباب في 16/9 في ساحة الصفات تحت شعار إمارة دستورية وحكومة برلمانية منتخبة. الحركة شباب الحرية، العدالة الدستورية، شباب التغيير، شباب الحرية، السور الخامس، حركة كافي، اجتمعوا وشرحنا بروجيكتر في الساحة قدام الناس هذه الحكومة الديمقراطية أو هذه الديمقراطية التي نريدها. وبالتالي أي تأخير في الانطلاق نحو تعديلات دستورية حقيقية هو تعجيل في صدام لا نريده، لا السلطة تريده ولا حركات سياسية تريده. وأتوقع أن الهدوء
الحاصل الآن في مجلس الأمة والفرصة الممنوحة للأغلبية النيابية وللحكومة على وجه التساوي ليست فرصة على بياض، بل هي فرصة محددة بهذا بدور الانعقاد هذا. وأتوقع أن دور الانعقاد القادم سيكون دور انعقاد مواجهة نحو تعديلات جذرية في الحياة السياسية.